sentiment très spécial parce que مهرجان صفاقس الدولي سين كبيرة برشا. نحكي مش في ال... في في مقاس السينما في قدر السين سين كبيرة برشا ويطمحوا لها العديد من الأصوات العربية والتونسية. حتى العرض هذايا كون نرجعوا للشباب يعاودوا يسمعوا لي زوفر هذوما، يسمعوا اللي كتبوا الملحنين الكبار هذوما، ما يسمعوهم بسونوريتي جديده وسونوريتي مودرن. توا الشباب كيف يسمعوا روائع عبد الحليم حافظ بآلات غربيه، باتري بجيتار باس وجيتار سولو ودنيا، يوليوا يبحثوا فيها. سيتي لوبجيكتيف. كمانجا، كمانجا هذيك كيما عندي زوزيدين، عندي حكايه اخرى تابعتها اسمها كمانجا، هذيك هذيك حياتي. وثم الثنائيه نتاع عازف الكمانجا يغني، يلزمها تكون موجوده. دايور في العالم العربي الكليك وفي تونس جينيرالمون عازفين كمانجا تلقاهم اصوات ممتازه جدا. إن شاء الله نقول العرض نجح، وخاصة كوني شديد صحيح باش نمشي نحو الكاليتي متاع الموسيقى اللي نحب عليها. We're
مسكون بعبد الحليم. مع عبد الحليم ملي أنا صغير ملي حليت عيني في التلفزة نتفرج ما فماش حتى واحد راهو توا هكا بيناتنا احنا اللي حاضرين ترونش داج نتاع الصحفيين اللي حاضرين كل ما ثم حتى واحد عبد الحليم ما عاشش معاه اوموا فتره معينه في حياته. أنا نحب نخدم باستراتيجي اللي تعكس شخصية هلال اللي تعكس الكاسكيت متاع هلال هيك الجامعي المؤطر في الجامعة والموسيقي وعزف الكمانجا. هاي دمعة حزن لا 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 هاي جرح قلبي لا 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 ولحنت أغاني وغنيت وعملت كل شيء ما قعدوا حكر على طبقة معينة على بيبليك تري تري سيبلي. توا الاستراتيجية اللي قلت لك قاعد توا نخدم عليها سي كو لي كومبوزيسيون تاع هلال وهيك الرصيد المعرفي اللي عنده الكليكا مش نحطه نحو الجمهور اللي جا الليلة اللي ألفوا هو جمهور يحب يسمع جو طربي ويحب يسمع إيقاعات خفيفة ويحب يسمع كلمة مزيانة. ربي وينسك بيه وان شاء الله ديما هكا ملونه على مسارحنا لو جرون